اصل بقى مفيش احلى من كده، اربع ايام في البحر لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي دوت جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقيل قوي يا حسام. سمعتيني يا بنتي؟ مش سامع حاجة. تستهبل؟ حلفي. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله يا رب. هبقى أب، هبقى أب يا بحر. بس ممكن أروح أجيب حاجة. لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة، عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما انت كريم يا رب، اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر. يا ابو سلمى الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان كده هادي الحاجه دي جبناها دي. ابتدي منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وفي حلاوه الحمايه كمان دي بقى. اه عشان كده هادي الحاجه دي جبناها دي. وانت بتسمع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك، مع الف سلامة. ماما. ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سيادة اللواء حماية نقل لي مع حسام اخويا الادارة. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك. ده حسام الله. هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم، ده بوتاسيوم صح؟ ده اكيد بيعمل حاجة، التفاح اكيد بيعمل حاجة. أوه. يا محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله؟ ما تحذر فزر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته، قول لي انت في ايه؟ سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. الف مبروك يا حضره الضابط، بسم الله ما شاء الله. ده انت جيت تحت درسي، 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعه. وانا تحت امر تدوير مكتب سعادتك. اما انا عارف انك تحت امر، غصب عنك تحت امر. انت مش عاوز اي حاجه؟ ولا حاجه. بص لايدين امك بس وقولها تتعلم. خد بالك مني لغايه ما ارجع ياض. ايه يا عم انت مالك مستعجل كده ليه؟ بقولك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما اجيلك. سلام. علشان انت هادي انا هاخدك النادي، علشان انت هادي انا هاخد دي بدلها. الكيوي اكيد برضه ليه لازمه. يلا. سلمى بص بقى بجد. سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا سلمك هديتك يا عريس. سلمى سلمى بس انت ما غلطتش يا حسام. لا ما تقوليش ما غلطتش يا معتز، قولي اني غلطان وخايب معرفتش ادافع عن مراتي اطلع طبنجتك وضربني طلقه وبعتني ليها. لو انا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا يا معتز، لازم اخد طرس سلمى ميري وملكي، لازم اقطع من لحمهم حتت. طب يا حسام والله العظيم ما هنسيبك، بس كل حاجه بالعقل. عقل وانا عاد فيها عقل. انا خلاص مختار، انا بس مختار. انا معاك يا صاحبي ومش هسيبك.
انت بس ايه لو كل حاجه تمشي ان شاء الله زي ما انت عايز. وبعدين خلاص انا نقلت معاك هنا في العمارة. انا هعرف اجيب لقمه ناكلها سوا وكمان عندها ايمان عشان كنت عايز اسلم عليك. كتر خيرها مفيش داعي تتعبها. لا على ايه بس يا حسين؟ ابوك صحته عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي بخير. خليك انت بس في انت. بقى في حياتك يا باشا. حياتك الباقي يا طاهر. والنعمة الشريفة أني اتفاجئت زيك بالظبط. بس أنا حذرتك يا باشا وقلت لك إن منصور ده حطك في دماغه. المرة دي بقى أنا اللي حطيته في دماغي هو ودياب ابنه وأنا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر. ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. إلهي ربنا يبتليهم بمصيبة ويريحنا منهم. على إيدي إن شاء الله. اسمع طاهر. ركز في اللي هقوله لك ده وطرطق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. يلزمك كام حته؟ 100 حته كلاشنكوف على 100 صندوق ذخيره. ده احنا داخلين على انتخابات يا كبير. كل سنه وانت طيب. وانت طيب بس يكون في علمك ده شاحح اليومين دول من السوق. في حاجه تشح على الكبير بقى. ده انت الكبير تعيش بس السعر هيختلف. ليه بس؟ ما احنا راسين على السعر من العمليه اللي فاتت. اللي فات مات يا سيدنا واحنا ولاد النهارده. والنهارده الحكومه مقفله على كل حاجه وما عادش تهريب من بره واصل. وبناخده من المخازن وبنطلعه من اللحم الحي. الله، السعر هيزيد قد ايه؟ الطاق طاقين. اوه كتير قوي يا كبير. خلاص هات من بره وشوف هيوقع عليك بكام. ده إذا عرفت تدخله وما تقفشتش وروحت في حديد. الله الله الله، ليه كده يا كبير؟ تعقدها ليه كده؟ لأنها معقدة رباني. خلاص يا كبير ولا تزعل، إحنا هناخد من عندكم بالسعر اللي تقول عليه. ما كمل أول، لازما يعني المناهدة. معلش عاد، زباينكم بتجلوا عليك. ماشي يا سيدنا، جهز فلوسك، وبعد 3 أيام تلاقيني عند الجبل الأصفر. عند الكيلو 70 حكون واقف مستنيك انا والرجاله ومعانا البضاعه. طالع بنفسك يا كبير؟ امال ايه؟ اللي كنت بستأمنهم على مالي راحوا واحد ورا التاني، والكلاب السعرانه عاوزه تنهش في لحمي. لكن انا لازم اوريهم من هو منصور البطاش. ها، نتقابل بعد 3 أيام باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. يا باشا منصور هيسلم عملية كبيرة بعد بكرة الفجر. فين؟ ورا الجبل الأصفر عند الكيلو 70. متأكد؟ عيب يا باشا، دي فرصتي وجات لي لحد عندي عشان أسلمك رقبة منصور تفش فيها غلك. الولد ده في أخبار عنه؟ لا لسه يا باشا، بس والنعمة الشريفة أول ما أعرف عنه حاجة أقول لك على طول. اسمع مصطفى، أنا عايزك تفتح عينيك، مش عايزه يفلت. لو فلت رحمة الغالية رقبتك قدامه. يا باشا ما تقولش كده، ده إحنا خدامينك. أنا عارف عارف يا مصطفى. إيه؟ مستني حاجة؟ لا يا باشا، أمشي؟ السلام. أوامرك يا باشا. السلام عليكم. في أي أسئلة تانية يا رجالة؟ لا تمام يا فندم. في تنبيه مهم لازم كلنا نعرفه. منصور البطاش لازم يجي هنا حي، وأي أذية هيتعرض لها هيعرض العملية كلها للفشل. واضح؟ واضح يا فندم. اتفضلوا، ربنا معاكم.
حسام استنى عمره يا باشا. ببلاش المأمورية دي يا حسام. سعادتك عارف المأموريات اللي طلعتها كلها في حياتي كوم، والمأمورية دي بالذات كوم تاني، عشان كده بقول لك بلاش. تلاش سعادتك، طمن. ممكن اطلب منك طلب؟ انت تطلبي طلب واثنين وثلاثه واربعه. ممكن تغمض عينيك ما تفتحش غير لما اقول لك؟ غمض عينيا؟ حاضر اهو غمضت عينيا. خليك مغمض. ها يا ست تجيلي مغمض اهو. غمض عيني ما تفتحش واحلم معايا وهات ايديك. فتح بقى. مش مفتح، ايه رايك بقى؟ اهو فتحت. الله ده حلو قوي الخاتم ده. ايه رايك؟ استني بقى، ده بيتلبس هنا؟ لا هنا كده. اه كل سنه وانت طيب. تصدقي ان انا كنت ناسي. ربنا ما يحرمنيش منك. ما يحرمني منك. بصري كده ليه؟ مش هقولك. متبقيش رازلة بقى، قولي بصري كده ليه ولا لا؟ مش هقولك. عشان خاطري. هتقولي هتقولي هتروحي فين؟ يا محمد عينيك على اخوك، مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي يا سعد، اطمن احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامه. ارمي سلاحك اتروق، انزل على ركبك. براحتك يا ولد الحلال، اقبض علي. انا طالع طالع وانت ما هتشوفش مرتك. حسام. لا يا حسام. حسام معتز. سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، ما
ده انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز بعد يا حسين حبيبي، اللي حصل لك اللي حصل له يا حسين؟ الحمد لله يا مان. ما في كده، استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسام؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء الماموريه. ف الله يحرق الماموريات بتاعتك على الشغلانه بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسال الدكتور عن الحاله. طب روح اسال الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده.